مبروك طبعا الفوز النهارده كمان مهم جدا، يعني رساله طبعا. مهمه جدا ورساله قويه لبعض الاشخاص اللي طلعوا في الفترات الاخيره بيرددوا احنا كسبناكم في الكوره وكسبنا في السله وفي الطايره وفي اليد وفي الكشري، بلاش الكشري عشان الكشري بالنسبه لهم بقى شيء مزعج شويه. طبعا كل الاخبار ديت اخبار كاذبه، والنادي الاهلي يعني النادي الاهلي دايما نادي بطولات، ممكن جدا يخسر في مشوار البطوله، ممكن يخسر مباراه، لكن هو دايما عينه على البطوله، دايما النادي الاهلي عينه على البطوله. انت اتكلمت يا اسهام على ثلاث بطولات، لو كنا اتكلمنا على بطوله الدوري للكره الطائره فالنادي الاهلي خد البطوله، بطل الدوري ده عام التالت على التوالي، خسر من نادي الزمالك في مشوار البطوله، لكن مش ده اللي بنبص له، ده مش هنبص له، يعني احنا ممكن نخسر مباراه في خلال مشوار بطوله، وده كمان لاسباب فنيه، يعني كان بعض المدير الفني كان مريح، هو برضه نظره مستقبليه، مريح اللعيبه علشان مباراه النهارده، المباراه المهمه جدا النهارده مباراه طبعا. قبل النهائي، وبالتالي كان ليها ظروفها، ان في مدرب بيلاعب بعض اللعيبه في الصف الثاني، بيخسر من نادي الزمالك في مشوار بطوله، ما عندناش مشكله، لكن النهارده النادي الاهلي بيوصل للدور النهائي وهيقابل طبعا طلائع الجيش، وطبيعي جدا جدا ان انت تخسر ماتش صحيح، ومعانا ده المدير الفني طبعا لكن ما تخسرش بطوله.